بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بأم حدثك تبارك وتعالى إن النعمي نعمي ما لا تركه بكريم إيمانك يا إسلام نمو أمه بسنتها نعم كيسا وحاكم إذا نعمة الأمن والاستقرار نعمة أمامك إيوه حسن اللوني وقضبك المحاضرون كسا بسنتها أمامك هي النبوية هي أهمية إلى هاي إسلام كدهس أمني جواح لنا هذا الوقع الشعور بطمأنينة وعدم الخوف إن الروح الدريم حسلوني يا عبس الآن إن صباح عبسني نفتيسة حوليهيسة يوحكستوخ السيئة إذا وصل مستقبل كيسة بغضين قريب أهمية وأمن قولي يهي وحق فلا إنه يهي مطلب الجميع نورها أردن أي أرادين إيه ما أهبني آدم ككلي وما نورها أردن حتى حيوانات إن النبض هلال والنبض قلال ويرادين إيه ماشي نبض قرية تالله ونبض لنا هلال نورها أردن بحشعل نورها أردن بحرادين إيه ما هابين آدم ككلي وما وضرورة من ضرورات الحياة نرش بن آدم كونه يعني باهيد الويق بسنطاع وحنوى التيرة أين كم أرمي وحنا حاجيات بالي لهذا ويوبا هنتهي لكن هدي ويدو لبوين مقاري وحنا التحسينات بالي لهذا يو وقرحين تنرش وقرحين يوه أمنه وكتشرة تيرك أساسي هي نوش بن آدم كضرورات وحليلة أيو كتشرة سيدة سنادت أي القرآن الكريم ما لا بضل وكمل الله تبارك وتعالى يقول كل مانية أمانك أيو عمتل عبسلة هي قاتل بمعنى أمنه انتظر بن آدم كتاقية كل اليهي كما سهلا خوفك يا عصيدنا قاتل كما خطريا أيضا معنى سلاح كتل ما هو يبدي ما لها قاركوت أمنك على غور مريا رزق هي غلشة هي واحد من الله نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مركو قد عيني مكة بعديس يحكم له ربي جعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات ربي وبلد كان واحد خلق تامين آمنا ددك دقنا إلهي وأرزاقسي رب اجعل هذا بلدا امنا اله بلد امن لك كدنا ارساقني بكوتشي مركل القران الكريم كوحش كل ماني رزق هي عنتدى هي النرشو هي امان رب يلي تبارك وتعالى مركوكه هذا
بني آدمك إلى النعمين كي سهدوا كالشكر واي وحكون عكار ربي تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون مقالوا إلهي تصالحنا ونصوح هذا دقمو لدقين وحي أهيد من آمن وحسلون أمان إيه حسلوني بهزت رزق نونا ملك استوء إيمانه يعني أنتوين كي عبتان لي أرساق لنا ويه هيست وركاس إلهي من نعمة دي سيكو كفر ذي الله تبارك وتعالى وحورنا ننسيي عبسي ونبت قل يدي بدشي هي قاتشو ونركتي بدشي مركا هلقا وحال اسكول لما نيي حق هوريك حسلوني ذا يا أمانك يا رزق يا نرش ويس وضع عبسدا يا قاتشدا يا بربر كنا ويس وضع ملك القرآن في سيدوك الناس كل ما وحب ربي تبارك وتعالى قريش مركو كهله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ها عابدين بيت كانوا كعبدا ربي قال اسكلها عامل الله عصر كقوذي قاتشق قاتشدي كسع عبسنا كآمية لي أمام بوسي عبسي بكيلالي رزق بوسي قاتشو كيلالي مرك الرزق هي أمام كأسلام قاتشدا يا عبسي دلوسلي أريد أن أذكر واحد المامي ساعة من سلة يباسك بأهمية أولية هاي أمامك أولية أمامك مركبة ضرورة من ضرورات الحياة نرشى ضرورات كذا كمت بل نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبي الصلاة والسلام مركبة مركبة كعبة يبيتك أدعى إليه ذاتك وحيس كل ما لي توحيدك يا أمانك أمن جاي التوحيد ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي وبلدك من آمن كرب وأمانسي أني عرورت إذا لن نغفقه إن العدك لعابده أصنامت إلى العابد أصنامت إيا وحد الله إلى العابد إلا غفقه وتوحيدك ودينت أساسك إليه دين تأساس كذي يوحلس كل ما لي يأمن أملك أمان معناه دمحوي هدي أمان لوايو وأمن لوايو وحصلوني لوايو دين تي ضفت هذه ما بتبادل سمع عبارة ما سوق عليك أمن جواح هير كالوجاسي يأمان ك النبي جل صلى الله عليه وآله وسلم وقت الماوي بني آدم كالليبان تيسو إنه يصدق كترت من أصبح منكم آمناً في سربه عند آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحظافيرها روحي جماعة يا مجتمع وكل حلولي هاي نبت قليك وهيستا شركي سنة عاثمات وهيستا وعاثمات قضاء شركي عاثمات مو قضاء ومتشرنا مجتمع وكل حلولي هاي نبت قليك وهيستا مالكاس يحلق وشوغر وحعوني لها وهيستا انت روحي الهي اسقدره نبي محمد صلى الله عليه وسلم الدون او طلب لو اوروريه وحكم قال ما جرى بمعنى ان ودي وهيستا انتدي نواهيستا عافيمات كي نواهيستا انت هذه اللي اسقدره الدنيا كما ما قال
wax ka maqan ma jira buu nabigu yihi sallallahu calayhi wa alihi wasallam oo adduunye ah. sidaas daraaddeed amnigu waa daruura, daruura inuu yahayna muslimiinta keliya kuma eke, gaar iyo muslimba saasoo tilmaamay, xataa noolaha kale, xayawaanaadka xataa daruuru u yahay inay nabad galaan. ilaahay baa geliyay tabaaraka wa tacaala, waa shay fitri ah, waa shay ilaahay uu ku abuuray makhluuqaadka inay nabad galaan. si ay u nabad galaanna inay qaataan asbaabta ay ku nabadgeli lahaayeen. ilaahay tabaaraka wa tacaala fitra uu ku abuuray. diinteenna waxay ka dhigtay ammaanka iyo nabadgelyadu waa sababta noloshu ku horumarto, xadaaraadka horumarka wuxuu yimaadaa markii xasilooni iyo nabadgelyo la helo. haddaan nabadgelyo la helin horumar ma jiro, haddaan nabadgelyo la helin nololi ma jirto, haddaan nabadgelyo la helin diintii iyo cibaadaadkii iyo daacadii iyo la heli maayo. nabadgelyadu waxay asaas u tahay adduun iyo aakharo. wixii adduun ah nabadgelyada asaaso, wixii diin ah nabadgelyada asaaso. haddaan nabad la helin masaajiddii laguma cibaadaysan karo, cilmigii sharciga lama baran karayo, diintii looma adeegi karayo. nabadgelyadu diin iyo adduunyadaba asaas bay u tahay. markaan leenahay nabadgelyo iyo amni markaan ka hadlayno, amniga diinteennu say ugu dadaashay wax ugu dadaalay ma jiro, qayb noocyadiisa kala duwan. hadday tahay maalan bini aadamka afarta shanta shay ee uusan ka maarmin noloshiisuna ku taagan tahay loo yaqaano adaruuraat alkhams, siday diintu u ilaalisay. maalan waxa ugu muhiimsan ruuxa waa caqiidadiisa iyo diintiisa. diintii bay dadka u ilaalisay oo ruuxii diintiisa bedelaa oo islaamnimada ka tago gaalnimo gala dila baa la yidhi. diintii dadka u ilaalisay oo falsafadaha khariban iyo caqiidada khariban iyo bidcooyinka sunnadii nebiga khilaafsan bay dadka ka ilaalisay. dadka waxay aamin uga dhigtay caqiidadooda wanaagsan in loo xifdiyo loo ilaaliyo. waxay mar kale diintu dadka u xifdiday oo ay u ilaalisay naftooda, ruuxu inuu naftiisa u nabadgalo, in la dilo uusan ka baqin, in dhib loo geysto uusan ka baqin, gurigiisa uu ku nabadgalo, waa inuu naftiisa iyo dhiiggiisa u nabadgalo waayo. sidaas daraaddeed bay shareecadeennu marna hanjabaad adag ka soo saartay naf ilaahay abuurtay oo macsuuma in kas loo dilo cadaab iyo lacnad iyo cadaab lagu waaro, marna qisaas bay ka waajibiso ruuxii ruux dila ha la dilo, ha la qisaaso. haddii dadkii xaqa lahaa aynan cafiyin ama xoolaha ku badasheen ama haba iska cafiyeen, maxaa dilka loo jideeyey? walakum fi lqisaasi xayaatun, yacni qisaasta ruuxii wax dila in la dilo nolol baa ku jirta. dadkii kalaa ku noolaanaya, mujtamacii baa ku noolaanaya, nabad baa lagu helayaa. intaasoo naf oo khatar geli lahayd baa ku badbaadaysa. saas daraaddeed buu ilaahay ka cabiray qisaasta oo ruuxii wax dilay in la dilaa nolol baa idinku jirta, waa nolol. marka in nafta la xifdiyo oo la ilaaliyo. nafta bini aadamku waa dhowr nooc, axkaam dhowray leedahay. naf waa ruux, waa naf muslim ah oo iimaanka iyo islaamnimadaasa lagu ilaalinaya. nafna waa gaal, laakiin waa gaal aan markaa dagaal idinka dhexaynin oo ay idinka dhexayso ballan wada noolaansho, isagana dhiiggiisu iyo xoolihiisu waa xaaraan. midna waa mid mujtamaca muslimkaba iyo dowladdiisa ku hoos nool oo ka tirsan, waa gaal, isagana sidoo kale naftiisu waa xaaraan. midna waa gaal dagaal idinkala dhexeeyo oo muslimiintii isagu dagaalsan yihiin, kaasi asaguna ku badbaadin maayo adiguna badbaadin mayso. sidaas daraaddeed nafta bini aadamka asal waxa u ah inay macsuumo tahay, diinteennuna way ilaalisay. waxaa ka mid a waxa loo yaqaan alamnu alcaqli, bini aadamka in loo ilaaliyo caqliga loo ilaaliyo.
saas daradeed bay diinteennu waxay xarimtay oy meel adag ka istaagtay wax kastoo maanka bini aadamka doorin kara, khamradii, xashiishkii, xashiishadii, qaadkii, wax kastoo maandooriye ah ayay meel adag ka istaagtay. Way xarimtay lacnad ciddii lagu qabtana hala karbaasha. Sababtu maxay tahay? Bini aadamku waa caqliga, waa manaatu takaaliifi sharciya. Sharciga markuu ilaahay addoonka wax ku waajibinayo, meesha waajibka keenta ee lagala hadlo ee axkaamtu ay ku xidhan tahay waa caqliga. Caqliga bini aadamku waa midka xayawaanaadka iyo noolaha kale ka soocaya. Caqligii in la ilaaliyo waayo. Diinteennu marka caqligiina waa xifdiday. Caqligii in ammaan helo, naftii inay ammaan hesho, caqiidadii inay ammaan hesho, xoolihii sidoo kale inay ammaan helaan, ruuxii inuu xoolihiisa ammaan u helo, oo xoolihiisa uusan ka baqin in la raco, in la xado, in la bililiqaysto, in la boobo, xoolihiisa iyo hantidiisa inuu iyadana ammaan u helo. Iyadana waa midda keentay shareecadu ay tiri xoolaha dhexdiina xaqdaraha ku celina, xoolihii baa la ilaaliyey. Ruuxii xada xoolaha dadka gacantaha laga gooyaa la yidhi, ruuxii booba isagana tacsiir, xoolihii baa la ilaaliyey. Ruux xoolihiisa inuu nabad helo waayo, nabad inuu u helo xoolaha. Waxaa ka mid ah cirdiga, ruuxu sharafkiisa iyo magaciisa in loo ilaaliyo oo uusan sharafkiisa iyo magaciisa meel lagaga dhicin. Iyadana waa midda keentay in la yidhaahdo ruuxii ruux kaleeto zino iyo faaxisho iyo xumaan ku sheega oo sugi waaya caddayn u keeni waayo 80 jeer baa lagu dhufto, waa in la karbaasho. Laana ruuxa magaca iyo sharafku qiimo weyn buu ku fadhiya. Marka in cirdiga iyo sharafkii loo ilaaliyo mujtamaca. Sidoo kaleeto waxa la yidhahdaa al-amn ijtimaaci, bulshada dhexdeeda inay kala nabad gasho. Aka nabigeenu yuhi sal alayhi wasalam, wallahi laa yu'min, wallahi laa yu'min, wallahi laa yu'min. Ilaahay baa ku dhaartay Muuse rumayni, Muuse rumayni, Muuse rumayni. Waxay rasuulkii ilaahay kaasi waa mid habar ku dhacay, waa kee? Nabigu wuxuu yuhi sal alayhi wasalam, man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa. Waa ruuxa dariskiisu uusan ka nabadgelaynin dhibkiisa. Yacni mujtamacu waa inuu kala nabad galo. Dariska waa dariska, waa inuu nabadgeliyo. Deegaanka dadka wada jooga waa inay isnabadgeliyaan. Bini aadamkii inuu isagu isnabadgeliyo oo nabad kale helo. Marka al-amn ijtimaaci waayo, nolosha oo dhan ammaankaa markii la helo ayaa bini aadamku markaa uu raaxo ku noolaan karaa, uu jiri karaa, uu sii socon karaa, uu wax horumarin karaa, uu wax soo saari karaa. Laakiin haddii ammaan la waayo, nololi ma jirto. Waa midda keentay dhulal barwaaqo ah oo khayrkii iyo khayraadka ay ceegaagaan in laga kala cararo, in laga qaxo. Meelo aan wax quman oolin laakiin ammaan iyo nabadgelyo lagu haysto in lagu cararo. Yaa maanta haddii ammaan la waayo, wax walba waad ka carari. Waxaad u cararaysaa lafahagaa la carari, meeshaad ku nabadgeli lahayd baad aadi. Xoolo tabci maysa, xoolaha tabcaday baad ka carari. Xataa waxaa laga yaabaa ilmihii inaad ka cararto, gurigii aad dhistay baad ka carari, khayraadkii iyo beerihii baad ka carari. Waxaad u cararaysaa meel aad ku nabad gasho. Sidaas daraaddeed ammaanku waa asaaska nolosha waayo. Meeshii ammaan laga waayo, nololi ma jirto. Xataa diinta Islaamku inay faafto oy dadka gaadho, inta badan waxay u baahan tahay ammaan bay u baahan tahay, amni bay u baahan tahay. Sida ay ugu faafto ammaanka, colaadda uma faafto. Sidaas daraaddeed ayaa waqtigii nabigeenna sallallahu calayhi waalihi wasalam heshiiskii Xudaybiya oo 2 sano ka yar jiray, waxaa ku soo islaamay dad aad u fara badan. Markii la isu furmay oo colaaddii waxoogay heshiis laga gaadhay oo dadkii isu furmeen oo la isdhex maray oy dadkii jaalis u heleen inay magaalada Madiine yimaadaan oo saxaabadii arkaan oo mu'miniintii is arkaan, khalqi waxa soo islaamay aad u tiro badan. Saas daraaddeed diintu ammaan bay u baahantay. Halkan hadda aan joogno oo Kenya ah, intaan qaraxyadan
iyo nabadgelyo xumadani aan lagu bilaabin. Dadka Kenyaanka ah waxay u soo islaamayeen afwaajan si aan xad lahayn. Magaalooyin dhan baa soo islaamaya, magaalooyin dhan ayaa hal mar soo wada islaamaya. Markii waxaan macno lahayn lagu sameeyey oo ay dhacday in miidiyuhu ka faa'iidaysto oo ay dhacdo islaamkii suuraxun in laga bixiyo, waxaa yaraatay dadkii soo islaamaya. Maraakiistii dadka soo islaamay diinta lagu baryay baa la xidhxidhay oo meesha ka baxay. Ammaanka marka wax weeyaan muslimku siduu u danaynayo iyo danta ugu jirtaay kama yara danta ugu jirta midka gaalka. Ammaanku marka waa nolosha asaaskeeda. Waxaad ku garan kartaa dalka Soomaalida asalku ahaa Soomaaliya la yidhaahdo waa dal khayraad ka buuxa, waa dad wax walba yaalla, waa dalka labaad ee badda ugu dheer le Afrika, malaygii baa ceegaaga, khayraadkii shidaalka yaalla, waxa yaalla beerihii iyo wixii dhulka ka soo baxayay baa yaalla, xoolihii noolaabaa yaalla noocyadoodii kala duwanaa. Hawadiisa waa hawo aad u qiimo badan, waa meeshii bini aadan ku noolaan lahaa. Haddana intaasoo wanaaga isagoo isku darsaday baa laga qaxay oo laga cararay oo meelo kale la aaday oo badda la maro lagu halaagsamay. Maxaa dadka caydiyey oo khayraadka ka caydiyey? Nabadgelyo xumo, nabadgelyo xumo. Sidaas daraaddeed islaamku ma aha mid nabadgelyada mujtamacaadka iyo bulshooyinka burburiya, maaha. Xataa hadday gaalo yihiin, haddaadan nabadgelyada aad ka burburinayso mid ka fiican aadan ugu bedelaynin, ha burburinin. Sababta waxay waxaad sabab u noqonaysaa inay iscunaan, in dulmigu faafo, inay dhib isu geystaan khalqigana, kiisa gaalka iyo kiisa muslimka ah Ilaahay dulmiga waa ka xarima. Saas daraaddeed haddii la soo koobo, nabadgelyadu tiir asaasi ah iyo qodob aad iyo aad muhiim u ah bay diinteenna dhexdeeda ku tahay. Wax lagu ciyaarana ma aha, wax lagu faraada ma aha, wax lagu khamaara ma aha, waa wax asaasi oo cidina ayna ka maarmin. Waad garanaysaan yacni wax weeye nusuusta ku soo aroortay oo qaar ka mid a akhrinay, diinteenna islaamka ah nabadgelyada ay ka hadlayso midda adduunka keliya ma aha, balo fiirsada xataa nolosha dambe aakharo sidii nabad lagu heli lahaa bay diinteenu ka shaqaynaysaa. Adduunka iska badaa xataa nolosha aakharo siduu ruuxu ku nabadgeli lahaa. Alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun. Aakharo seed ku nabadgeli, seed cadaab kaga nabadgeli, seed carada ilaahay kaga nabadgashaa, seed cadaab kaga nabadgashaa, seed janno ku gashaa, ilaahay ridihiisa u heshaa, dhibaatooyinka aakharo qabriga ka bilowda seed uga badbaadaa bay diintani kaala hadlay. Adduunka iska badaa yacni seed mustaqbalkaaga nabad u heshaa. Man jaa bilxasanati falahu cashru amthaaliha, man jaa bilxasanati, ruuxii wanaag la yimaad wuxuu leeyahay wanaag buu la yimid labanlaabkiisu leeyahay. Allah tabaaraka watacaala aakhara markii laga hadlayo wahum min fazaci yowmaidin aaminuun, aakharo argagaxa jira seed uga badbaadi. Sababta baa lagu siinaya alimaan alcamal asaalix aaaca ayaa lagu siinaya. Adduunkiina nabad seed ku heli lahayd, nabadda adduunka taallaay ma dhammaystirna, laakiin nabadda aakharaa dhammaystirna. Nabadda adduunka waayi mayso, si kasta haddii loo dadaalo cabsi waayi mayso, si kasta haddii bini aadamku u dadaalo cabsi waayi mayso. Inaad cudur ka baqdo, inaad colaad ka baqdo, inaad dhibaato ka baqdo, inaad tuug ka baqdo, inaad dhibaato ka baqdaayo marna waayo mayso adduunyaa loo joogaa. Laakiin daarta aan cabsida lahayn oo nabadgelyada buuxda ah waa midda aakhara. Saas daraaddeed baa diinteennu waxay ka shaqaynaysaa bini aadamka xasiloonidiisa, degganaanshihiisa adduunka intuu joogana inuu nabad iyo istiqraar iyo xasilooni ku noolaado, la ilaaliyo waxyaalaha asaasiga, loo ilaaliyo aakhara hadduu aadana mid ka sii fiican inuu ku noolaado.
دينتنا ما قبط قسك ما قبط دينتنا وحب البرين ما قبط دينتنا ما قبط إن بالجليد مجتمعات فنوعية دينتنا ما قبط إن التجارية مخمارة مجتمعات كنا بالجليد هذا ما قبط صح ودين حقلي ودين أولي ودين على بيد إسكت العسام لكن على بيد مرك إسكت العين صلفت هذا وحي حمار سنتاي مبدأ وناكسن بخلقي قارسين إساء عقيدة قارسين إساء ظلم يجي كتشري وحيوه بدل إساء عدالة بيوه بدل إساء عبسدي مجتمعات كهيستي نبدقلية يوه بدل إساء مجتمعات كيوهي أي هيستين إني وحكفي عن سيسموه وحي هيستين إنتي كبر بريسو كدب نعيبه فوضوه إسعونا يكبتكت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يا خلفاء الراشدين يا تاريخ أمتنا يا صومر طينا يعني واحد واحد نوع عصب كلا نجوما هيو سيدا سدراد ورك واحد كسر قبل قبيلة يا نبت قلي هذا إن جاء الله مسؤولية إن جاء الله يسوي إن جاء إن أنفع أنت إن عيد كلا أنفع إلى أنت يا ذا هي طوريد يا ذا هي كتحذريد يا ذا وواحد إن جاء وضع الحيوان ما أنت حبر الشداس عفيمات كاس كنع السجا دكان الشها أنت أنا هاي السنة بواحد كسر السنة هاي نبض بيكسر السنة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه مكة المكرمة إلهي نللك سماش وجو خير بناي نلك إلهي ماش وجو خير بناو مكة صحابة النبي ومركة النبض جليه قوية intay ka qaxeen oo ka tageen oo ka hijroodeen ba waxay u hijroodeen ardul habasha waa dhul kristan waa dhul gaalo gaala ka talisa kaniisada ka buuxa soomaa dhulka noocaas ay ku carareen maxay ugu carareen ugu qaxeen nabad bay ku heleen xaqeeday ka carareen makkay ka carareen oo dhulka ilaahay meesha ugu khayr badnayd ay ka tageen نبت قلية ضرعه وعارين تانع وحيو آدين نبت بيكوه عقيدة دو دي قول نبت قلين عبادة دو دي قول نبت قلين يعني وحوي نفط دي قول نبت قلين ماشي النبت لقوه حتى لوك هاولو خير بالنات هاولو برواقة بالنات لقم النوران كرا ساس تردت نبت قلية دو أساس إني النساء فهنا نوال لقا مرمان إلى أنت إذا إني إنه إلى سخن ملك ستون شوق نبا والله يا مرمان دين تينا سيدا سيو مشا سيدك تين والجلية إلهي تبارك وتعالى حينه إرزاقه نبي جينا صلوات ربه وسلام على الحديث قبل ماذا قال قد أي تحسين ليا مركي بشو بلاته وحكود عيسان شري اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام إله مشا بلاتي وحلوه بلسان أمني يا أمان إسلام يو سلامة ها إيش شو مرجع نلاطه نبت قليه وكده عين شر النبي صلى الله عليه وسلم إلهه نبت قليه النصيح وأمان النصيح أمانكم مكوا أساسي وإيه نرشين نكوا ما عنده ديني الدنيا منا وقام ما عنده إلهينا تبارك وتعالى وحوي ديننا إنه إنه كفديه وإنه إلهيه مجتمعات كمسلم في الدنيا كفرنا والله ما أنت وحي أبوه بديه وإن النمرهلا أيقونا كان النبض قلا عدل قوضنا كان النبض قلا إلهي تبارك وتعالى ماري النبض قليل هيدا السيو أرول كأنه هينو أمين سد أمان سد مسلمين تنا إلهي تبارك وتعالى نبض قليل أمان السيو لحد وضنا إلهي تبارك وتعالى هيسك علي السيو وهيسوس وضوه وعدا وضها كسارو عدل قوضنا إلهي كقبته هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.